تدفع الفرق يتخرب بيتك فيه، وبعدين تيجي راكب الباص وواصل لحد الطياره
تلاقي مضيفة زي القمر مستنياك كده، تاخد التذكرة منك عشان النمرة مكتوبة، تفوتك على الدرجة الأولى، وبعدين البيزنس، وبعدين ترميك في آخر كرسي في الطيارة عشان تبقى جنب الحمام وانت مبسوط وشايف كل واحد وهو داخل الحمام. ها على كده انت بتحب السفر، بتسافر كتير؟ اوه ده انا ياما ما سافرتش ولا مرة في حياتي. يعني ايه؟ يا نجاتي لو قلت لك تسافر دلوقتي وتركب طيارة توافق؟ إلا وافق طبعا. ما تخافش يا عم، الأعمار بيد الله. إذن السفر والطيران ما فيهوش خوف، في مغامرة. يعني مهما الطيارات بتقع الناس برضو بتسافر، وده اللي خلاني أفكر في الفكرة التاريخية اللي هعملها لمطعم تشيتوتو. ايه دي الافكار التاريخية؟ هتبيع مطعم تشتري طيارة؟ هنقلب المطعم طيارة يا نجاتي. ناس كتير زيك كده بيحبوا يسافروا ويركبوا طيارات، لما يعرفوا ان مطعمنا بقى طيارة الحجز هيبقى بالطوابير. طيارة وحنطير؟ لا مش هنطير، المطعم برضه هيفضل على الارض. طيارة وما بتطيرش، يلا هو ايه الفايدة بقى؟ ايوه مش هنطير، انما احنا يا نجاتي هنعمل جو، هنعمل اتموسفير وكأن الطيارة طايرة بالظبط. والرحلة مدتها ساعة، الزبائن يدخلوا المطعم ياكلوا ينزلوا بعد الساعة، تخش الرحلة التانية، يعني في اليوم الواحد نعمل 24 رحلة، يخش المطعم 100,000 جنيه في اليوم. ايه رأيك؟ هرب العزام واتكل على الله. أنا مش عارف أنت ليه مصر إن احنا نشتغل في المطعم ده بالذات. بتفائل بيه يا أخي. أنت فاكر لما عملنا هنا فيلم القنبلة؟ أيوه، يوم ما نيمونا وشربونا حاجة ساقعة وكتفونا. بس دفعوا لنا الطاويل. والفيلم ضرب، كسر الدنيا، كده ولا لأ؟ يعني. يعني؟ يعني إيه؟ أنا عمري ما شفت منتج يعترف إنه كسب. أهلاً 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 وسهلاً. المخرج الكبير أستاذ عادل. اهلا وسهلا، شتوتو نور. طبعا استغربت لما عرفت ان احنا موجودين هنا، اصل احنا ما بنحرمش. الا صحيح يا استاذ عادل، اللي مكتوب في الجرايد واعلانات التلفزيون ان انتوا هتحولوا المطعم لطياره، وان شاء الله الافتتاح قريبا جدا. شفت بقى؟ عشان تعرف ان قلبي عليك، ادي بند مهم جدا في الميزانيه اتوفر. ايه ده ما شاء الله ما شاء الله، ده اكيد فيلم جديد. والاحداث كلها يا استاذ عادل تقريبا بتدور داخل الطائره. تشيتوتو ايرلاينز ترحب بكم وتحت امركم في اي حاجه، بس احنا لنا شرط صغير بعد اذنك يوسف بيه. اسم المطعم ينزل على عناوين الفيلم وفي التترات وفي جميع انواع الدعايه. قوي احنا هنتشرف بوجودك معانا. ديك الساعه لما الاستاذ يوسف لاشين يخرج فيلم عندنا، ده احنا هنخش التاريخ. نيجي بقى للجد، هتدفعونا كام؟ أنا مش قادر أقتنع يا حمدي، أنا سقطوني في امتحان التمثيل أنا. بس يا إيهاب ما تعملش في نفسك كده. أنا قديت غلط؟ حمدي أنت اللي كاتب المشهد وشفتني وأنا بمثله، كان وحش؟ يمكن اللجنة ليها وجهة نظر تانية. وسايط ومحسوبية، حتى في الفن. ما أنت اللي داخل عليهم صليتي مليتي، لا معاك كارت من حد، ولا حد عمل موبايل يوصي عليك، عايزهم ينجحوك. أنا الكارت بتاعي فني، تمثيلي، أدائي، يعني أنا هتجنن، نفسي أعرف سقطوني ليه، هتجنن. بصراحة أنا سمعت واحد من اللجنة بيقول إنك كنت أوفر. أنا أوفر يا حمدي؟ أنا أوفر؟ والجدع اللي داخلي بس اللي عمال يشوح بإيديه ويبرق بعينيه ويتقطق ويفقفق وصوته مش طالع وانتق في 10 حروف، هو ده اللي عاجبهم؟ اللي عاجبهم الكروت اللي كانت معاه. بس أنا مش أوفر يا حمدي، اللجنة هي اللي أوفر، وأنا هثبت لك ده دلوقتي حالا. استنى هتثبت لي إزاي؟ بقول لك إيه؟ اطلع استناني فوق في البلكون واتفرج عليا أنا هعمل إيه؟ ما تلمش الناس علينا. بقول لك إيه؟ اطلع واسمع الكلام اللي بقول لك عليه. ماشي. فضلك لو سمحت. أمر يا باشا. أنا طبعًا آسف إن أنا بدخل حضرتك في موضوع حضرتك مالكش دعوة بيه. خير. بس أنا آسف، وأوعدك إن دي أول وآخر مرة هزعجك فيها. في حاجة هنا في المطعم مضايقك؟ أنا شاب، عندي 27 سنة، في بداية حياتي، متخرج من الجامعة بقالي 5 سنين. يا ريت بسرعة شوية عشان عندي زباين تانية، يعني لو كل زبون هيحكي لي قصة حياته مش هنخلص، يعني قصر ولم المتكسر. حاضر هقصر، بس معلش معلش اديني فرصة أخيرة بس. إيه يا شاب، أنت تعبان ولا حاجة؟ لا لا أنا كويس خالص يا نجاتي. يا عم نجاتي،
أعمل رجعتي أنا مفيش باب مخبطتش عليه، كل الأبواب مقفولة في وشي. حبيت واحدة زميلتي في الكلية اسمها هيا، كل حلمنا إن احنا نفضل مع بعض، نجيب عيال صغيرة ونعيش في بيت صغير. بس الحب الحاجة الوحيدة اللي مش محتاجة واسطة ولا كارت. كان عندي أمل كبير قوي إن أنا هبقى حاجة، بس النهاردة عرفت إن أنا بجري ورا سراب وإن الدنيا دي ما تنفعش من غير كارت. طب وانت عايز ايه دلوقتي؟ يعني اجيب لك كارت ولا اشوف لك وظيفه ولا اكلم لك اسمها هاي 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 دي صاحبتك؟ لا انا هريحك خالص وريح الدنيا دي كلها مني. انا خدت 100 قرص مهدئ، يعني كلها ثواني واموت. كل اللي طالبه منك حاجه واحده بس، انك تسامحني في الحساب، ولما اهلي يجوا يستلموا الجثه تقول لهم ان انا كنت بحبهم قوي بس ما قدرتش اعيش بالطريقه دي، وتقول لي هيا تقول لها انا الحقني يا عادل بايه؟ بعد اذنكم النخله وقعت عليا. انت كده غتت، ما تندهنيش غير في اوقات مهمه. دلوقتي انا بعمل صفقه العمر، الناس دول هيمثلوا فيلم عندنا، هيبنوا لنا ديكور الطياره، يعني مش هندفع ولا مليم وهنكسب كمان. ايه ده؟ لا اله الا الله، ايه يا نجات اللي انت عامله ده؟ انت حاضن الزبون؟ ده مات. مين اللي مات هنا في المطعم؟ لا مات في بيته وجاي يطلب حاجه ساقعه للحانوت. انت بتهزر انت كمان؟ اتصرف ازاي دلوقتي؟ اتصرف ازاي؟ انا اتصرف ازاي؟ انا مالي؟ من تحت راسك وانا اللي قتلته. انا لازم اطلب الاسعاف. الو الاسعاف هنا ما تعملش دوت، في واحد عندنا تعبان قوي. لا 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 خالص، ما كانش حاجه في المطعم، هو جاي واكل من بيتهم وتعبان جاهز. احنا في انتظار. مع السلامه. تليفوني بيرن. الراجل روحه طلعت والتليفون بيرن. الو؟ واحدة بتكلمه. لازم هيا. هيا مين؟ اللي بتحب هذا إيهاب. إيهاب مين؟ الجثة. الو؟ لا مش إهابة، أنا واحد صاحب، هو هنا موجود في مطعم تشيتوتو. أيوه هو قال لحضرتك إنك تجيله هنا. لا 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 مش مطعم طلياني بس، لا ده احنا بنقدم كل حاجة، عندنا مطعم شرقي ومطعم يوناني، وعندنا كباب وكفتة ومنبار وفول وطعمية وكل حاجة تشيتوتو. يا راجل ده وقته، أنت بتعمل دعاية للمطعم والراجل مفيص. اوكي احنا في انتظار حضرتك. مع السلامه. مع السلامه. ودي هتيجي هنا تعمل ايه؟ ما هو لازم حد يجي يستلم الجثه. يستلم ايه؟ دي هتقعد تصوت وتلطم وتلم علينا الدنيا. وانا هنقول لها انه مات. لا احنا هنقول لها انه مغمى عليه بس شويه وتايخ وطلبنا له الاسعاف. احنا لازم نبلغ البوليس، دي جريمه. لا البوليس لا، ده الموضوع كبر قوي كده. بوليس لا، بوليس لا يا بقى. يبقى كويس. مين انت؟ أنا حمدي أبو النور، مؤلف في بداية حياتي. وبداية حياتك وتعرفه؟ إيهاب كويس، بس هو ظروفه صعبة شوية. كان بيعمل كاستنج في شركة أفلام كبيرة وسقطوه، وواحد تاني خد الدور. دور؟ أيوه. ما تفوق يا أخي، فوق ما توديناش في داهية، فوق بقول لك. عم نجاتي، أنا أوفر. أنتوا الطبقة الشعبية، شايفيني أوفر؟ حضرتك يا استاذ شايفني اوفر؟ يا بنت انت كنت بتمثل؟ كنت بتمثل وتضحك علينا وكل ده تمثيل؟ حشمبره. شوف حشمبره. والاسعاف اللي احنا طلبناها دي هنقول لهم ايه؟ انا هضحك انا هبلغ البوليس. ابعد استاذ عشان خاطري. عشان خاطري يا استاذ، انا انسان يائس محبط فنان، بس محدش حاسس بيا. عشان خاطري حضرتك، مش انتوا دلوقتي صدقتوني؟ يرضيكوا اللجنة تقول عليا اوفر وتسقطني. في
في ايه؟ لا مفيش اي حاجه يا استاذ يوسف، ده زبون ما دفعش حساب بنقلب له. لا 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 انا هدفع الحساب. انا شفت حضرتك فين قبل كده؟ انا يوسف لاشين المخرج السينمائي. استاذ يوسف، استاذ يوسف، انا وقعت من السما وحضرتك استنقتني. انا ممثل جامد قوي بس مش لاقي حد يديني فرصه. يا ريت حضرتك كنت شفت المشهد اللي انا مثلته دلوقتي. ايه ده؟ ده مجنون ده؟ هو مثل علينا انه مات واحنا طلبنا الاسعاف وكنا هنطلب البوليس. شفت حضرتك، شفت درجة المصداقية اللي انا كنت فيها؟ مفيش ولا واحد شك اللحظة ان انا بمثل. استاذ، استاذ نفسي اخد فرصتي مع حضرتك ولو حتى بطولة. شفتم؟ استاذ يوسف، شفت يا عم نجاتي؟ يا ابني ما تقلقش، طول ما انت شاب وطويل وليك سوالف هتشتغل. ما بتردش على تليفوني ليه؟ هيا اعرفك، الاستاذ نجاتي مدير المطعم. وقاعد في المكتب ليه؟ ما دفعتش الحساب ولا ايه؟ لا لا انت فهمت غلط، الاستاذ نجاتي من اعز اصدقائي. هاي اهلا وسهلا. اتفضل يا فندم، اتفضل اتفضل اتفضل. حد يبقى مصاحب واحده زي القمر دي ويبقى محبط؟ يا هبل يا شاب. عملت ايه في ميعاد النهارده؟ سقطوني. وراح منك الدور. الواسطه يا هيا صدقيني انا عملت الدور حلو، بس المشكله ان انا معيش كارت اقدمه لحد. شوف يا هيب، احنا بقالنا 9 سنين مع بعض من سنه اولى جامعه لحد دلوقتي. انا فضلت معاك 9 سنين واقفه جنبك ومستنياك، انما العمر مفيش 9 سنين تانيين يا هيب. انت عايز تمثل انما ما تفكرش فيه ولا في مستقبلي. قلت لك اشتغل اي شغلانه تاني لغايه ما يجي التمثيل او عنه ما جه. هيا 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 صدقيني صدقيني انا هبقى نجم وهبقى كويس. انا لسه مقابل الاستاذ يوسف دلوقتي وعدني ان هو هيديني بطوله. كفايه كفايه هيا، انت انسان اناني ما تفكرش الا في نفسك بس. هشتغل ايه تاني يعني؟ ما انا ما بعرفش اعمل اي حاجه في حياتي غير ان انا امثل. اوكي مثل يا هيا، بس انا مش حاضر العمر كله واتفرج عليك. هيا هيا، هو يوم زباله من اوله. انا مش مسؤول عن اللي بيحصل لي ده. اللجنه ما سقطتنيش عشان انا ممثل فاشل، وهي ما سابتنيش عشان انا مش كفء ليها. اللي عامل فيا كده الواسطه. انا ما عنديش واسطه يا حمدي، ما عنديش كارت اقدمه لحد افتح بيه الابواب المسدوده في وشي. الطاوله نمره 7 اديها. السلام عليكم. ممكن اقابل مستر نجاتي لو سمحت؟ انا نجاتي. خير مستر نجاتي، دي فرصة سعيدة جدا، أنا حظي حلو أوي النهاردة. أهلا وسهلا. خير؟ عم سعيد الفرماوي بيسلم عليك. سعيد الفرماوي؟ مدرسة الابتدائي، أم المؤمنين الابتدائية، تالتة أول. تالتة أول؟ أنا عمري ما رحت تالتة أول. سعيد الفرماوي سعيد، يعني مش مشكلة. وحضرتك عاوز إيه؟ واحد حواوشي. واحد حواوشي؟ واحد حواوشي؟ ايه دخل سعيد الفرماوي في الواحد الحواوشي؟ اصل عم سعيد الفرماوي قال لي روح لمستر نجاتي في مطعم تشي توتو وقول له انك جاي من طرفي عشان يظبطك. واحد حواوشي وجايب له واسطه؟ ايوه، اصل انا عايز وصايا. ممكن تعمل لي الحواوشي على بال ما اقابل مستر عادل نور؟ هو في المكتب، انت تعرفه؟ ده حبيبي، ده انا جاي له من عند اعز اصحابه الباشا الكبير عادل باشا. ايوه يا ابني اهلا وسهلا، عايز حاجه؟ ابراهيم باشا بيسلم على سعادتك. ابراهيم عبد الغني؟ معلش يا ابني الذاكره شويه معفيه يعني. مين ابراهيم عبد الغني؟ اقرا بس سعادتك اللي مكتوب في ظهر الكارت. وائل ابني اعتبره ابنك يا عادل باشا واهتم بيه. وائل مين؟ انا وائل. ايوه بس انا معلش اعذرني، انا الحقيقه ما افتكرش اني اعرف واحد اسمه ابراهيم عبد الغني. انت متاكد انه يعرفني؟ الكذب خيبه يا باشا، في الحقيقه انا ما اعرفش ابراهيم بيه، لكن اعرف سليمان بيه فتح الله وهو اللي جاب لي الكارت من ابراهيم بيه. انما يعني لو حضرتك ما تعرفش ابراهيم بيه فما فيش مشاكل يا باشا، من بكره اعرفك بابراهيم بيه، او يعني اديك كارت لسليمان بيه وهو يعرفك بابراهيم بيه. يا ابني انا لا عاوز اعرف ابراهيم بيه ولا سليمان بيه. طيب. وتفضل عشان اشوف شغلي. طيب
من غير ما تتعصب باش. بس يا باشا والنبي من غير ما تتعصب. وبعدين دي المعارف حلوه ومعرفه الرجال كنوز يا باشا. يا ابني لا كنوز ولا مناجم، سيبني اشوف شغلي. والله والله العظيم انت قلب سيادتك حنين. ابراهيم بيه قال كده لسليمان بيه قدامي. والله انت يا ابني عاوز مني ايه بالظبط؟ عاوز ايه من ابراهيم بيه ده؟ انا عاوز كارت من سيادتك لحسني بيه. انا عارف انه صاحبك ولا يمكن يرفض لك طلب. عاوز ايه من حسني بيه؟ ايه طلباتك؟ اهدى اهدى يا باشا، انا مش عاوز حاجه من حسني بيه، انا عاوز كارت من سعادتك علشان بس يهتم بيا. يهتم بيك في ايه؟ في الحقيقه يا باشا الخدمه اللي ليا مش عند حسني بيه، اللي خلص الموضوع بتاعي يعني ناصر بيه عبد الحميد، وهو صاحب حسني بيه الروح بالروح. فانا قلت يعني اجي اخد من سعادتك كارت لحسني بيه علشان حسني بيه يديني كارت اروح بيه لناصر بيه عبد الحميد. بس ادي الحكايه كلها. معلش يا باشا انا واضح ان انا دوشت سيادتك، انا تعبت قوي يا باشا على بال ما وصلت لك. حتى بص يا باشا، بص شوف شوف كل دي كروت يا باشا. يا كل دي كروت علشان توصل لناصر عبد الحميد؟ ما كنت تختصر السكه وتروح له على طول؟ ويعني انا يا باشا لو رحت له ايد ورا وايد قدام هيرضى يقابلني؟ ليه يا ابني ما تروحش تخبط على بابه كده بكل جرأه بكل ثقه؟ يا باشا ما انت سيد العارفين، ما هي ماشيه كده، وناصب بيه مش ممكن يعمل لي الخدمه اللي انا عاوزها من غير برضه ما حد يعزز طلبي. يعني نخرب بيتك. طب انت عاوز ايه من ناصب الحميد؟ شكلك تعرفه. انا عارف انه كلهم حبايبك، اكيد تعرفه. والنبي تعرف اعرفه ايه؟ انا واقع في عرضك يا باشا. يبقى بقى سيبنا من حسني بيه الشربيني، خلينا معاك. انا عايز من سيادتك كارت الناصب بيه عبد الحميد على طول. ياه ده انت وفرت عليا مشوار وقصرت عليا السكه، ربنا يعلي مراتبك يا رب. طيب قول لي عاوز ايه من ناصب الحميد؟ انت لغايه دلوقتي ما حددتش طلبك. هقول انا عايز ايه، بس اهدى يا باشا، انا عاوز خدمه بسيطه جدا، انا عاوز كارت منه لمنصور بيه المنياوي. خد كروتك وامشي، امشي من قدام الغور كده يا باشا. ماشي ماشي يا باشا، معلش معلش يا باشا. حاضر. وديني وديني لاقول لابراهيم بيه عبد الغني. الله يخرب بيتك على بيت ابراهيم عبد الغني، إلهي تتحرق بجاز وسخ يا رب. نجاتي اسمع، تكتب في اعلان المضيفين والمضيفات نحن لا نقبل كروت المحسوبيه والوسطاء يمتنعون. نجاتي صح معايا يا نجاتي، احنا في لجنه مصيريه. انا تعبت قوي عادل، المتقدمين كتير قوي. خلاص نبسط الاسئله، هو سؤال واحد يبين لك امكانيات الموظف اللي هتعينه عندك. اللي بعده. المتقدم 1121 يتفضل. قولي يا ابني 2 في 2 بكام؟ بأربعة. اتفضل. سريع البديهة يحسن التصرف. يا سلام. طب سيب لي بقى الفريسة اللي بعده هضحضحه. المتقدم 1122 يتفضل. اتنين في اتنين بكام؟ بستة. برافو، اتفضل. اكتب عندك. ايوه. عنده قدرة على التغيير والابتكار، غير تقليدي. المتقدم 1123 يتفضل. سيبولي بقى ده، هسأله سؤال أعجزه. قول يا ابني صحصح معايا وركز لان سؤال صعب. 2 في 2 بكام؟ 22. واسع الافق بعيد النظر، كريم للغايه. اتفضل يا ابني. بذكائك كده يا نجاتي
تفتكر انا هختار مين؟ اللي قال 22 طبعا. لا لا لا، اللي قال 6. اشمعنى؟ عشان ابن بنت عمتي. اللي بعده المتقدمة 1124 تتفضل. اتنين في اتنين بكام؟ باربعة. غلط. تفضلي. اللي بعده المتقدمة 1125 تتفضل. ألف مية خمسة وعشرين في 1125 زائد 880 ألف يبقوا كام؟ بستة. ستة؟ أنت يا أختي تفدالي. اللي بعدها المتقدمة جدا 1126 تتفضل. اتنين في اتنين بكام؟ يا أربعة يا تمانية. ديمقراطية تترك لك حرية الاختيار. هي دي ختامها مسك. هي في الامتحان يا إبراهيم. يلا يا اخوانا لو سمحتم، مش عاوزين حد، الوظائف اتشغلت. اتفضلوا. ايه ده؟ ازاي؟ انا لسه محدش اختبرني. ولا انا. ايه ده؟ ولا الموضوع محتاج كارت بقى؟ لا، الوصلة مش لازم تبقى كارت، ممكن تبقى فلوس او حاجه تانية مش موجوده فيك ولا فيا. يلا يا اخويا مش عايزين رغي وكتر كلام. يلا خلنا اللي احنا عاوزينه. اتفضلوا، عندنا شغل. هيا، انت جيتي امتى ودخلتي ازاي؟ مش شغلك. من فضلك يا هيب ارجوك انسى حاجه اسمها هيا. انا جاي اشتغل هنا ومش عايزه مشاكل. اوف. هيا هتندمي يا هيا، وحياتك لا تندمي. شوف اثار اجيال مالو الدنيا حضاره وابتكار. علموا قلب الحجر يوصف. كابتن عادل نور وطاقم الطائره يرحبون بكم على متن طائره تشيك توتو، ويتمنون لكم وجبه سريعه شهيه. السادة الركاب عفوا، نرجو من حضراتكم إغلاق المحمول لأنه يؤثر تأثيرا مباشرا على أجهزة الطبخ. شكرا. معكم الكابتن نجاتي، كبير المضيفين في الشركة العالمية للخطوط الجوية للمطاعم التشيتوتية، يحييكم. أهلا. درجة الحرارة خارج الطائرة هي نفس درجة الحرارة داخل الطائرة، ودمتم. سادة ركاب طائرة تشيتوتو، ألفت نظركم أنه نحيي المخرج العظيم يوسف لاشين الموجود بيننا، وأحب أقول لكم أن المخرج الكبير هيخرج فيلمه القادم بالكامل داخل طائرة تشيتوتو. شكرا. بيحيوك يا استاذ، وانا اللي دافع ثمن الليله دي كلها. يا سيدي، بكره الفيلم ان شاء الله ياخد جايزه احسن انتاج. ايه ده؟ هايل. سامع صوت المحرك؟ طبيعي جدا، انا حاسس ان انا راكب طياره فعلا في السماء. انا عايز اصور الفيلم دلوقتي حالا، نفسي اتفتحت على الاخراج. مرة تانية مع الكابتن نجاتي في إرشادات الأمان سيفتي دايركشن. لو حصل أي حاجة لا سمح الله، طبعاً أنتوا عارفين الإرشادات الأولية، إحنا بنركز على الحاجات المهمة. هتبص تلاقي لمؤاخذة فوق راسك على طول، هتلاقي حاجة اتدلدلت على راسك كده تروح شديدها، هتنزل العوامة دي بتاع الأطفال، تشد الحبل من العوامة دي هتتنفخ وهي عليك. خدوا بالك يا أولاد؟ هتشده دي هتتنفخ، بعدها هينزل القناع ده، تحط ده على مناخيرك وتاخد نفس. يعني خليها بعيد، ها؟ على قد ما تقدر، الهوا هيجيلكم، ها؟ بص افرض بقى مثلا واحد فيكم يسأل يقول لي طب الحب افرض ما نزلش، طب افرض النفس ده ما اشتغلش،
ما تقلقوش يا حضرات، اللي لقى نفسه تعبان ينط من الشباك ويرمي نفسه من الطيارة وهو في أمان، لأن احنا على ارتفاع 75 سنتي من الأرض. بتشتغلي في السينما؟ انا بفكرش في حاجات زي كده يا فندم. ده انا عايزك تشتغلي معايا في الفيلم اللي هدخله دلوقتي. اصل انا بتكسف قوي، ده انا اشتغلت مضيفه بالعافيه. مش ممكن، نفس مواصفات البنت اللي عندي بالظبط، بتنكسف، اشتغلت مضيفه بالعافيه زي ما بيقول السيناريو. انا عايز اصور. بأمر بحاجه يا فندم؟ لا مش عايز حاجه، أنا حنام. حتنام؟ الرحلة كلها ساعة يا فندم. أنت مالك أنت ساعة ولا نص ساعة؟ أنا مش عايز حاجة، عايز أنام. أنا جاي هنا مخصوص عشان أنام. مراتي وولادها وأحفادها عاملين البيت مولد. مولد؟ مش عارف أنام، جابولي صداع. جيت هنا عشان أنام، عندك مانع؟ براحتك يا فندم، خد راحتك. قررت ان احنا نيجي هنا يا ناس عشان نحقق الحلم اللي عمرنا ما قدرنا نحققه. فاكره يا ناس؟ انا مش مصدقه نفسي يا فكري. انا وانت راكبين في طياره، بس يا خساره الطياره على الارض. الطياره على الارض صحيح، انما احنا طايرين فوق فوق. النصيب بقى. هو انت عامل ايه في جوازك؟ مراتي ست كويسه قوي، بتحب البيت والولاد. وعندك ايه؟ محمد وإيناس. هو انت سميت إيناس؟ حب الجامعة بقى، عمره ما يتنسي ابدا. انا عندي نادر ونادين. يعني ما سميتيش فكري. اصل قديم شوية، واصل كمان محمود جوزي كان عنده فكرة عنك لما اتجوزنا، كانش ينفع اصلا ان انا اسمي فكري. يعني بتحبيها إيناس؟ محمود زوج كويس، بيحب البيت والولاد. غريبة، احنا الاتنين اتجوزنا من غير حب ومع ذلك جوازنا ناجح جدا. تشربوا ايه؟ ليمون بالنعناع. لسه بتحبيه؟ اه لسه. انا ما صدقتش نفسي لما شفتك في الاشارة. زي ما انت يا ناس، نفس الرقة والجمال والاناقة. فكري انا وافقت ان انا قابلك بس عشان كان نفسي ان انا اتكلم معاك، انما بليز ارجوك تبقى دي اخر مره ان احنا نشوف فيها بعض. الو. ايوه يا هاله، ازيك يا حبيبتي وازاي الولاد؟ ايوه حبيبتي، انا في مطعم كده اسمه شي توتو، قلت كل لقمه سريعه وبعدين ارجع للمكتب تاني. طيب يا حبيبتي. ايوه يا هاله والنبي اديني ناس. الو. ايوه انوس، روح بابا، عقلي بابا، كل حاجة بابا. طيب يا حبيبتي، باي باي يا حبيبتي. ألو. أيوة يا حبيبي. لا أنا بس لقيت نفسي هفتانة ونفسي رايحة البيتزا. ها؟ أنا في مطعم تشيتوتو عاملين طيارة وجو تحفة، أجيب لكم تكاوية معايا؟ طيب خلاص، نبقى نجيب الأولاد ونيجي، هينبسطوا قوي. باي يا حبيبي، باي. كابتن عادل نور يحييكم ويهنئكم بسلامة الوصول. سلامة
الرسول ايه يا ده؟ الناس لسه ما لحقتش تاكل، استنى لما يحاسبوا. لا انا كمان هخفض زمن الرحله واخليه نص ساعه بس عشان نعمل 48 رحله في اليوم. النص ساعه ايه يلحقوا ياكلوا ويحاسبوا؟ لا ما هو مع تذكره الحجز هنديهم المنيو، الزبون يطلع من دول يلاقي السفره جاهزه، الطوابير واقفه، الطياره نجحت يا نجاتي. لا ولسه لما هننزل حاجات السوق الحره. لا احجزي لي تاني، انا راجع معاكم الرحله الجايه. انا عمري ما نمت بعمق زي ما نمت عندكم. نحضر لحضرتك العشاء؟ قوي بس بعد ما انام شويه. اوكي. خلينا الرحله الجايه مدام دي اخر مره هنشوف بعض فيها. لا بس عشان ما اتاخرش، عشان خاطري. طيب بس ناكل بيتزا ونمشي على طول. اوكي حسام، مكملين معاكم الرحله الجايه. كابتن عادل. ايوه نعم. في مشكله في الطياره. ايه البنزين خلص؟ لا الناس مش عاوزه تنزل. مش عايزين ينزلوا ليه؟ في ناس لسه ما كملتش اكلها، والناس عجبها المكان ومش عاوزه تنزل، والمخرج والمنتج طبعا. لا المخرج والمنتج دول احنا بنعتبرهم شركه، المهم اللي يقعد يدفع لنا ما نتشارش. ما انا ما اقدرش اجبر الزباين انهم ينزلوا ما دام هيدفعوا التذاكر تاني. وطوابير الركاب اللي واقفه بره دي نخليهم في الويدنج ليست، يلحقوا رحله تانيه ان شاء الله. أرجو الانتباه، سيداتي سادتي، كابتن عادل نور قائد طائرة تشيتوتو إيرلاينز يرحب بكم على متن الرحلة 313. والآن سيداتي سادتي، كابتن نجاتي سيقدم لكم منيو العشاء. ليديز أند جنتلمان، معاكم الكابتن نجاتي مرة أخرى. أرجوكم مفيش داعي إنكم تربطوا الأحزمة جامد قوي عشان ما تدوسش على بطنكم عشان الأكل. النهاردة هنقدم أكل مفاجأة أول مرة تحصل في عالم الرحلات الجوية. دي بس مخصوص لرحلات تشيتوتو. عكاوي، لحمة راس، طاجن كرشو بصوص الفيشون. وأتمنى لكم أكلة حلوة وبن أبيتايت. محدش يتحرك من مكانه. الصورة دي مخطوف. لما المباراة تنزل. بس! مش عايز اسمع صوت. أي حركة مش هيحصل طيب. أي حركة مش هيحصل طيب. أنا إيه اللي جابني هنا؟ ما أنا قاعد في البيت. ما أنا فريق ما لهم عيال ما يتنططوا. هم بيتنططوا. اسكت يا راجل أنت خالص. والله العظيم انا ما كان عندي اي نيه وحشه، لو طلعتنا على خير والله العظيم ما هعمل كده تاني ابدا. اكيد الحادثه هتنزل في الجرانين واسمائنا هتتكتب ولا حكي المحمود عنك. احنا ما عملناش حاجه غلط يا ايناس. كلامنا مع بعض غلط، قعدتنا مع بعض غلط. دي اخرتها اعمل فيلم عن اختطاف طياره وما انا اللي اتخطف. عبدلك يا يوسف سيبك من افلام الاكشن اللي ماليه دماغك دي. أي أفلام كنت خلت العيال دول يعملوا اللي بيتأثروا بيها فيها؟ خلاص مفيش أفلام رومانسية، مفيش أفلام كوميدي محترمة. الله يخرب بيوتكم، خربتوا عقول الشباب. الأقصر بلدنا بلنزوها، فيها المصايف بتبلر وكل الطيارة نجحت يا نجاتي. بقول لك الله كومبلي ما شاء الله، والرحلة اللي بعديها إن شاء الله برضه كومبلي. شوفت احنا مهيصين هنا والطيارة مرة ساكتة. وطوا صوتكم، اصل
في ناس كتير بتيجي عشان تنام. تنام ايه واحنا عاملين سينما صيفي بالتكييف عشان الناس تيجي تتفرج على الافلام الصيفي؟ لا نحط بعد كده النوم في المنيو. ايوه ساعه ب 100 جنيه نص ساعه ب 50 جنيه ربع ساعه. ايه ده؟ اتفضل. انت اهو انت مجنون. ترى دي مخطوفه. مخطوفه الطياره اللي احنا فيها دي يا ابني مخطوفه. بس شايف ده مخطوط. انت امرك الموظفين يكفلوا الباب اللي بره، مش عايز حد يخرج ولا حد يدخل، واي حركه بينهم المسدس ده جاهز. ده غير كده شويه قنابل في جيوبي. شويه قنابل في جيوبي. نفذ يا ابراهيم. حاضر حاضر. لو سمحت يا ابني انا مزنوق عايز اروح دور ميه. امسك نفسك. ما تتمسكش حبيبي ما تتمسكش. ومع ذلك هحاول. حاضر حاضر. لو سمحت والله انا لازم اروح اجيب بنتي من المدرسه. البنت هتخرج مش هتلاقي حد مستنيها. تخاف منا ليه؟ انا ما عملتش حاجه. ذنبنا ايه؟ اثبت انت خالص. انا كمان عاوز اروح الحمام. انا مزنوق يا اخوانا. انا معايا كارت من الدكتور فيه مواعيد الحمام. بتروح الحمام بكارت؟ طب اعملها على روحك يا ابو كارت. انا لو ربنا اراد وخرجت بالطياره دي على خير وديني ما هخرج افلام اكشن تاني. يا سلام يا ابويا، والفلوس اللي دفعتها للاستاذ عادل عشان الطياره تروح كده هدر. احنا بنموت وانت بتفكر في اللي صرفته. شوف يا ابني، انا احب الفت نظر سعادتك انت وسعاده زميلك اللي معاك ان اختطاف طائره ده جريمه كبيره، على الاقل عقوبتها الاعدام. اسكت خالص. ما تسكت يا عادل، انت تعصبك. انت هتعصبه ليه؟ اهدى يا سيد خاطف، اهدى كده وخليك ريلاكس. اصل هو يقصد يقول لسعادتك يعني انت ممكن تاخد 25 سنه بس لو معاك محامي كويس. بس مش عارف حد انت. طب يا ابني انت خاطف الطياره ليك طلبات؟ طبعا ليا طلبات. طلباتك عندي كلها يا حبيبي، في عكاوي وفي لحمه راس وفي طاجن فشخه بالفرشه. لا 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 لا، انا واثق ان في حاجه مش موجوده في المنيو. في ضمير في المنيو؟ في مخ بنيه لو عاوز. طب حد طلباتك يعني؟ عاوز فلوس، لجوء سياسي. انا ايهاب عبد العاطي. خليك عندك. انا الممثل اللي داخل وشاف الويل عشان ياخد فرصته ويعيش حياه جميله، لكن سقطوني في الامتحان عشان معيش كارت وقالوا عليا اوفر. انا اوفر. اوفر ازاي يا ابني؟ ده انت جميل، ده انت ما شاء الله زي الفل. ده اوفر لو شافك يتعوفر اوفر منك. الاستاذ يوسف رشيد المخرج رحت له مكتبه ما رضيش يقابلني، مع انه بيعمل فيلم جديد ما حدش يقدر يقوم ببطولته غير ايهاب عبد العاطي. بس ايه المشكله؟ ان انا معيش كارت، معيش واسطه. انا ايهاب انا ما حبيتش في حياتي غير الانسه المضيفه هيا. تسع سنين وانا بحلم ان انا اتجوزها واعيش معايا حياه جميله، بس سابت لي عشان انا فاشل. فاشل 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 يا ابنك. انا ما شفتكش قبل كده ولا لو اعرف كده. لو تعرف هتعرف ازاي وامتى. انت بعيد قوي يا استاذ، ولعلمك اللي انا بعمله ده مشهد من الفيلم بتاعك. تقدر تقول لي مين كان هيعمله بالعظمه دي؟ اديله دور يا يوسف. اديله دور يا يوسف. اديله دور يا ابوس ايدك. يا استاذ ايهاب، انا معايا كارت من حسين بيه عبد العظيم، وده يبقى حبيب مين؟ حبيب المخرج مجدي السباعي. ممكن يشغلك معاه في المسلسل. يجي لي المكتب وانا امضي معاه ثلاث بطولات لوحده. صدقكوا ازاي؟ انا لو نزلت المسدس ده هتطلب البوليس. بوليس؟ مين البوليس يا حبيبي؟ لا ده انت زي ابننا، ده انت زي جعفر ابني في غلاوته. صدقت يا هيا؟ صدقت ان انا مش فاشل؟ صدقت ليه؟ اسمع يا هيب، اذا كان في احتمال يوم الايام اني اتجوزك بعد اللي عملته النهارده يستحيل اتجوزك حتى لو قتلتني، انت فاهم؟ اذا كان كده يبقى مفيش حد هينزل من الطياره دي. يا بنتي بلاش مشاكل. انت لو لفيت الدنيا كلها هتلاقي واحد عاقل ورزين وكويس قوي زي الاستاذ هباب ده. ايه الاستاذ اياب؟ امضي العقدين، عقد الفيلم وعقد جوازي بهاي. دي مطالبي يا كابتن، تقدر تنفذها؟ بقفل الموبايل. قفلته انت حمار؟ مش قلت لك خد الموبايلات منهم؟
طلباتهم ايه بقى؟ واحد مكرونه فرن؟ اسمع يا هاب، انت ممكن تكبرنا بالمسدس ده نعمل اي حاجه، بس مش هتكبرنا اننا نحبك. لو عاوز تموتنا احب اكون انا اول واحده. يلا. لا 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 لا، ويموتك انت ليه؟ انت ما شاء الله لسه تعيش شبابك. الله من ده المساله يا حبيبي بالسن بقى. شوف يا شاب، انا تعبان وعندي القلب وباخد دواء في اليوم اتنين في السوفايسين واحده موزمبيق. لو ما خدتش الدواء في معاده. اسمع، لو جرى له حاجه ده بالذات انا ممكن اطلق بزمارة رقبتك. كفايه يا هاب كده، احنا مش هنعمل جريمه، الراجل هيموت. لا بدي له ايماني، ما استطعت لحد. انا بس كنت عايز اوري للاستاذ ان انا بعرف امثل. ده مسدس الصوت اهو. انا بحذرك، تخربوا الاطفال والستات وكبار السن، وبعد كده تحددوا مطالبكم. انا غلطان، سامحوني. لكن انا ما عملتش حاجه، انا مؤلف في بدايه حياتي. سلموه للبوليس هو وصاحبه اللي معاه ده. الحمد لله بالسلامة. محمود، فكري الحمد لله على السلامة. يا فكري الحمد لله على السلامة. فريدة، سامي، فريدة الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. كريم منك. دوشة دوشة، هقعد في البيت مش هروح أي حتة. سريعة الحمد لله على سلامتك. يا معايا كارت من الحاج عبد الرحيم ابو العطا عمده كفر الواسطة للصول عبد الموجود علشان يريحك اخر راحه. ده كارت للدكتور عثمان الحلبي بتاع مسالك بوليه، تروحي له عشان يديك كارت للدكتور ماجد عبد الهادي بتاع امراض عصبيه ونفسيه. اكيد هتحتاجي له الفتره اللي جايه ينسيكي ايهاب واللي جابه ايهاب. عادل بيه، ولا يهمك، ده كارت لسعيد نصر الله بيشتغل فرد امن في السيكوريتي بتاعه شركه المطاعم الدوليه اللي هيعرفك بمستر صادق. بقول لك ايه، ما توريني الكروت اللي معاك دي كلها اتفرج عليها. يا سلام، اتفضل. ودولك كمان، ودولك كمان، وفي هنا كمان شويه. مظبوط يا صاحبي، مظبوط.